تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين قام فرع وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع مساعدات بين الأسر النازحة في قضاء دجيل وسيد غريبة وتشمل سلال غذائية وصحية الزميل عبد الجبار مهدي تابع هذا الملف وأعد لنا التقرير التالي ضمن توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل على استقرار المناطق المحرره والعائده من النزوح دائره الهجره والمهجرين فرع صلاح الدين توزع 250 سله غذائيه على المواطنين العائدين لمناطق سيد غريب على منازلهم. حسب توجيه معالي وزيره الهجره والمهجرين السيد إيفان فارغ جابرو وتوجيه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر يتم شمول 250 عائلة نازحة وعائدة في محافظة صلاح الدين قضاء الدجيل وهذه العوائل قسم منها عائد إلى مناطق سيد غريب والقسم منها ما زال نازح في قضاء الدجيل ونحن مستمرين بشمول جميع العوائل النازحة والعائدة في عموم محافظة صلاح الدين هذه المساعدات أتت لغرض تشجيع العوائل علي العوده الطوعيه الي مناطق سكناهم الاصليه في مناطق سيد غريب واغلبهم يعني ان شاء الله عودتهم ستكون قريبه الي مناطقهم توجيه من السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين تم توزيع 250 سله غذائيه بين سله صحيه وسله غذائيه على ابناء السيد غريب والتي تم توزيعها من قبل وزاره الهجره والمهجرين من قبل السيد ساد خالد مدير الهجره المهجرين في محافظه صلاح الدين وقد تم توزيعها على تنقلا على البيوت وذلك لكون هناك مرض كورونا وخوفا من الانتشار بين المواطنين. هذه المساعده جاءت تشجيعا لعوده العوائل التي لم تعود لمناطق سكنها لتوفير كافه الخدمات لهم من مستلزمات صحيه وغذائيه ليعيدوا الامل لمناطقهم التي دمرها الارهاب ودثر مخلفاتهم السوداء. الحمد لله والشكر الله فضل علينا ثم رجعونا يعني نزوحنا وصار يعني طلعنا هم همنا رجعنا الى اهلنا. زين وبفضل الله واحنا نريد مبادره من وزاره الهجره والمهجرين تساعدنا اكثر يعني صحيح ساعدتنا المساعدات بس نريد لا بناء لا يعني خدمات لا كذا يعني كل شيء ماك وهاي العالم هاي هل تشوفها النازحه ترى ما كل شيء ما عندها السيد المحافظ وفر لنا الكهرباء صحيح والله العظيم مبادره طيبه مبادره ممتازه جاب لنا الكهرباء للبيوت بس نريد من من سياده المحافظ اكثر فاكثر زين من منطقه السيد غريب عبد الجبار مهدي قناه صلاح الدين الفضائيه